تعلمون كم واحد قتل في العراق إلى الآن منذ سقوط البعثيين؟ الذين قتلوا من المسلمين كما في بعض التقارير 7000 مسلم قتلوا في هذه العمليات الانتحارية. ضميرك لا يطاوعك على أن تقتل نملة. إذا واحد عنده وجدان، إذا واحد عنده ضمير، ليش تقتل نملة؟ لا أن تقتل نملة، أن تسلب من فم نملة جلب شعيرة. واقعا ضميرك يطاوعك على ذلك. أن تخيف نملة، تخوفها، ضميرك يطاوعك على ذلك. ولكن أن يأتي جماعة ويقتلوا 7000 مسلم في العراق وحدها، ويجرحوا كما في هذا التقرير 20000 واحد، وكم قتلوا من القوات الأجنبية الكافرة؟ 1500 واحد فقط. هذه الأعمال لها جذور، يمكن يكون لها 20 عامل، وإحدى هذه العوامل الفكر التكفيري. هذه القضية في العراق، في أفغان، في باكستان، في مناطق أخرى، بقية المناطق أيضا مرشحة. هذا الفكر التكفيري ينتهي إلى واقع خارجي. أحد الرموز الكبار الكبيرة لهذا التيار كتب كتابا كما نقله لي بعض الثقات تحت عنوان حلية قتال الرافضة لأنهم مشركون. فهذه القضية قضية مهمة جدا، قضية التكفير من الناحية النظرية أولا، ومن الناحية العملية ثانية. هذه النظرية تفرق الأمة، تمزق وحدة الأمة، وتدخلها في صراعات لها أول ولا آخر لها.